روضة ومدرسة أكاديمية العزيز النموذجية، الموقع الصلد، المادة علوم، الصف الخامس بإشراف المعلم أيسر النبابتي. درسنا اليوم تطبيقات على انعكاس الصوت. أول تطبيق على انعكاس الصوت وهو صدى الصوت. معنى صدى الصوت هو تكرار سماع الصوت نفسه بعد زوال الصوت الأصلي نتيجة انعكاسه عن حاجز كبير وبعيد. لو تخيلت نفسك إنك واقف على قمة جبل وبتنادي بأعلى صوت عندك، راح تسمع بعد ثواني معدودة صوتك بيرجع إليك، وهذا ما يعرف بصدى الصوت. التطبيق الثاني على انعكاس الصوت هو حساب أعماق المحيطات. حساب أعماق المحيطات يتم عن طريق ظاهرة انعكاس الصوت وارتداده. كيف تتم عملية حساب أعماق المحيطات؟ أول خطوة إرسال موجات صوتية من الأجهزة إلى قاع المحيط. بعد إرسال هذه الموجات واصطدامها بقاع المحيط، راح ترتد. بحساب الزمن الذي استغرقته الموجات من لحظة إصدارها حتى لحظة عودتها، يمكن للعلماء تحديد عمق المحيط على قانون السرعة تساوي المسافة على الزمن اللي أخذناه في الفصل الماضي. بمعرفة سرعة هذه الموجات ومعرفة الزمن، يبقى عندي المسافة فيتم معرفتها. من الأجهزة التي تستخدم الصوت في العلاج، جهاز تفتيت الحصى في الكلى. كيف يعمل هذا الجهاز؟ يعمل عن طريق إرسال موجات صوتية نحو الحصى. تقوم هذه الموجات بتفتيتها وتحولها إلى رمال ناعمة. بعد ذلك يطرح الجسم الرمال الناعمة نتيجة التفتيت بسهولة مع البول، فيتم التخلص من الحصى. لو سألت سؤال وحكينا عدد شروط حدوث الصدى، أول شرط لازم يكون عندي صوت، بعدين وجود سطح عاكس وبعيد فيحدث ارتداد الصوت ونسمع الصدى. سؤال ثاني، لماذا يعطى المريض سماعات للأذن عند إزالة الحصى من جسمه؟ احنا حكينا انه جهاز تفتيت الحصى بيستخدم الصوت، فلحماية طبلة الأذن من الضجيج المرتفع الذي يصدر جهاز تفتيت الحصى بيلبسوه سماعات. هيك انتهى درسنا، بتمنى لكم التوفيق ودمتم بحفظ الله ورعايته. نراكم في القمة أكاديمية العزيز.